صباح الخير لكل السوريين، صباح الخير لكل الناس اللي هلأ عم تشتغل ومستمرة بالعمل رغم كل الظروف الصعبة والبرد، لكل فرق الإغاثة المستمرة من فجر الاثنين وقت ضرب الزلزال المنطقة، الزلزال الكارثة، كارثة إنسانية كلياتنا فقنا عليها، يمكن لهلأ ما عم نقدر نستوعب وقع الإنساني على كل الناس، فأكيد الله يصبر الكل، الله يشفي الجرحى، الرحمة لكل الناس يا رب اللي توفت. لهلأ الأعداد لسه ما انحصرت بشكل كامل، في زيادة للأسف بأعداد الوفيات وأعداد المصابين. تحية لكل فرق الإنقاذ، عمليات الإغاثة مستمرة، تحية لكل القطاعات اليوم اللي عم تشترك داخل الأراضي السورية لاستمرار العمل. بدنا نقول الله يصبر الكل، الله يقوي الكل، ما فينا نهون عن حدا لأنه وجع الألم اليوم يمكن كبير كتير على كل السوريين. شو ما حكينا شو ما قلنا ما رح نقدر يمكن نلامس لو جزء بسيط من الوجع اللي أصاب الكل. أي حدا خسر حدا من عيلته، في ناس خسرت عوائل كاملة بالأكمل للأسف، فالرحمة لكل أرواحهم. أكيد كل الأطفال هي عصافير بالجنة شهداء، فالرحمة أكيد لروحهم. ونعم نحاول نكون يمكن بالأخبارية السورية على تغطية مستمرة على الأرض في جميع مراسلينا، إن كان بمحافظة اللاذقية وحما وحلب وعلى أرض دمشق. نحن عم نتابع دائما رصد جميع الطائرات الإغاثة من جميع الدول اللي قدرت يا رب هيك تقدم لو جزء بسيط من المساعدات رغم الحصار. نحن بنعرف أنه نحن ضمن حصار كبير على سوريا منذ بداية الحرب للأسف، ومع أنه في عقوبات كتير كبيرة والعقوبات لازم ما تشمل المساعدات الإنسانية، لكن للأسف كتير من المساعدات ما عم تقدر توصل على الأراضي السورية. أي حدا ممكن يقدر يساعد يقدم لازم يكون موجود عن طريق أي جهات ممكن تتواصلوا معنا. نحن عم نحاول يمكن نقدم جميع التفاصيل عن أي مبادرات، عن أي جمعيات، في كتير جمعيات أهلية والمجتمع الأهلي موجود على الأرض ليقدم لو جزء بسيط. اليوم نحن كلياتنا عم نحاول نشتغل كإيد واحدة مثل ما دائما لازم نكون إيد واحدة كل السوريين. فرائما نقول صباح الخير لكل الناس اللي عم يتابعونا، أكيد تحيتنا كمان مثل ما بلشت رسالتي الصباحية لكل فرق الإغاثة المستمرة، كل القطاعات المستمرة اللي عم تكون موجودة هلأ. في كتير ناس تحت الإنقاذ عم يحاولوا يكونوا جميع العمليات، إن كانت عمليات إنقاذ كل حدا عم يقدر، إن كان من التريكس أي شيء، في ناس عم تحاول يمكن بإيديها تشيل هاي الإنقاذ لتساعد بعضها. فأكيد الرحمة لجميع الناس اللي توفت أسر هيدا الزلزال الكبير، نتمنى الشفاء العاجل يا رب للجرحى واستمرار عمليات الإنقاذ لأي حدا ممكن يكون عايش يا رب تحت الإنقاذ. صباح الخير يا نور، صباح الخير. نتمنى فعلا عن جد يكون صباح الخير ويعم الخير علينا، لانه ما حدا فينا بخير يلي ما يلي ما تأذى جسديا وماديا هو متأذى نفسيا على الشيء اللي فقده وعلى الصدمه النفسيه يلي صارت. عزائنا كبير اليوم، عزائنا بارواح راحت، ارواح بريئه راحت اثر هذا الزلزال، ووجعنا اكبر، ووجعنا اكبر بما يعترينا من عجز أمام أطفال تيتمت وقلوب أمهات انكسرت ورجال ظهرا حنى ومشردين باكيين عم يدوروا على أفراد عائلتهم تحت الإنقاذ. هون اللغة لا قيمة لها والوصف لا معنى له أمام هي المشاهد القاسية واللحظات المرعبة يلي حسستنا فعليا بقيمة الوجود. لما طلعنا من بيتنا تركنا البيوت والمصاري والذهب بس بدنا نحافظ على وجودنا وأرواحنا. هي المشاهد القاسية خلتنا نصحى على حالنا ونتذكر أنه نحن مجرد زوار على هي الأرض. أكيد بدنا نقدم كتير تحية كتير كبيرة لفرق الإنقاذ يلي عم تشتغل بهذا الوقت تحت البرد، للجيش العربي السوري يلي واقف جنب الأهالي وعم يقدموا المساعدات. رح نروح فاصل صغير ونرجع. أكيد بنكرر عزائنا لجميع أهالي الضحايا أسر الكارثة الإنسانية، وأكيد بنتمنى الشفاء العاجل لجميع الجرحى. يمكن من وقت ما ضرب الزلزال الكارثي فجر الاثنين اليوم كثير في تداول لإشاعات كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا حول ارتدادات الزلزال على المنطقة وحول زلازل أخرى. لنحكي عن هذا الموضوع أكثر. معنا محمد العصيري رئيس الجمعية الفلكية السورية. سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك.
يسعد صباحك دكتور، اهلا وسهلا فيك. دكتور خلينا بالبداية نحكي عن الزلزال اللي صار، عن نتائج وأسباب، بداية عن الأسباب خلينا. تمام، هلا بالبداية نحن لازم نوضح نقطة كثير مهمة. سوريا بشكل عام في عندها خط زلزالي، نحن نمر على خط زلزالي، فمن المتوقع كان بكل فترة زمنية محددة أن يحدث زلزال في منطقتنا. الزلزال الأخير حدث عام 1759، كان على مقياس ريختر، وقتها ما كان طبعا في مقياس ريختر، لكن تنبؤوا من خلال التصدعات اللي حدثت للأرض، فتوقعوا أنه كان 7.7 قوته. عام 1759، إذا ضفنا 250 سنة منلاقي حالنا أنه نحن كنا ما بين عام 2000 لل 2050 في الفترة الزمنية الذي كان هو متوقع أن يحدث زلزال مدمر في سوريا، وخاصة أنه الفارق كان يتحرك، كان هناك نشاط. إذا تتذكروا قبل فترة كان هناك هزات ارتدادية حدثت بمنطقتنا، الفارق كان يتحرك بشكل عام، الفارق العربي باتجاه الفارق الأوراسي أو الأوروبي، إضافة للفارق الفارق الإفريقي، كان في حركة تكتونية. المهم يوم 6 شباط الساعة 4:17 حدث الزلزال للأسف الجديد الكارثة الأولى بقوة 7.8. المشكلة أنه تبعها مباشرة بعد دقائق واحدة تانية، صحيح، وهي فعليا كانوا يقولوا زلزال هي هزة ارتدادية تانية بمقدار 6.8. الساعة 2:27 حدث هزة ارتدادية ثالثة، طبعا نحن عم نحكي عن الهزات الارتدادية فوق 6 ريختر 7 ريختر. مساء أيضا حدث هزة ارتدادية أيضا فوق 6 ريختر. الشيء اللي بدنا نشرحه نحن أنه كانت منطقتنا مقبلة على زلزال لا سمح الله يصنف كبير، يعني مدمر من أكبر الزلزال، تماما يعني فوق 8. لكن هذا الزلزال وخليني أقول الصراحة رحمة من رب العالمين، يعني تكسر إلى عدة أجزاء، فبدل أن يأتي كبير أو خلينا نقول عظيم أتى كبير، أتى زلزال كبير بقوة 7.8 ريختر. بعد منا صار في تصدع، صار في مشكلة عنا بالقشرة الأرضية، صار في شيء كبير حدث بالقشرة الأرضية. هذا الشيء الكبير فرغ طاقة هائلة. نحن ما لنا منطقة براكين لتطلع الطاقة المخزنة تحت القشرة الأرضية ببركان، فما عنا منفس للأرض غير الزلازل. بالتالي حدث الزلزال، حدث الزلزال بعد منه من الطبيعي أن يحدث هزات ارتدادية، وهذه الهزات الارتدادية تكون دائما أضعف من الزلزال الأم، صحيح، اللي هو 7.8. وهذه الهزات الارتدادية تبقى بضعة أيام، يعني نحن بننوه كثير في عنا إشاعات أنه عم ينبهوا الناس لزلزال قادم وإلى لا، هذا الكلام مو صح. الطاقة تفرغت، صحيح، الآن الطاقة الأساسية تفرغت بشيء كبير، وهذا الشيء منيح تماما أكيد، بس يعني مو شيء سهل. يعني خلينا نتخيل أن الطاقة تفرغت ب 7.8، وبالتالي ما عاد في طاقة لتتفرغ، بدنا لتتجمع طاقة جديدة لتحصل ليحصل زلزال جديد لا سمح الله بالمستقبل البعيد. بدنا ننوه أنه كل الهزات كانت مبارح في اللاذقية اللي حسوا فيها أهالينا باللاذقية ومحافظة حلب أو اللاذقية، كانت هي هزات بسيطة تماماً ارتدادية، لأنه الحالة الرعب اللي عاشوها والوجع والألم صارت الناس تخاف. وعلى السوشيال ميديا في كتير حملات إشاعات كتير واسعة حول زلازل أخرى، ونحن عم نحكي عن زلزال كتير كبير مثل ما قلت، يعني 7.8 هذا رقم لا يستهان به، كان وقعه كتير كبير وكارثي، كان ارتداده علينا نحن أخف، يعني إذا بدنا نحكي عن وقع الزلزال. بس في الأيام القادمة خلينا نحكي رح يكون في هزات ارتدادية يعني مستمرة، مثل ما قلنا إذا بنحكي بعلم الجيولوجيا هي طاقة قوية كامنة في الأرض، مثل ما قلت أنت هي بدها بالأخير تطلع، تمام، يا تطلع عبر براكين، يا في الناس اللي عم تقول في تسونامي، في كتير كتير أقاويل. بدنا نطمن الناس اللي عم تتابعنا، لأنه لهلأ في ناس بعدها ما رجعت لبيوتها، بعد قاعدة يعني بمناطق خارج البيت، إن كان بحلب ولا لاذقية ولا حما، بس نطمنهم شوي. أنا نور بدي أحكي كلام علمي، يعني أنا بدي أدقق على نقطة، أنا ما عم أحكي لطمن الناس، أنا عم أحكي لحتى يفهموا الناس تماما ماذا يحدث، مثل ما تفضلتي، لحتى يعرفوا حقيقة الأمر، ما يبقوا بالشوارع، لأنه فعلا الهزات الارتدادية هذا موضوع طبيعي. إذا نحن تخيلنا الصخرة زدناها على مي، تتكون أول شيء موجة، بعد منها بتطلعها موجات، هذه الموجات خلينا ندرسها دراسة، نلاحظ وكله هذا موثق، أول شيء حدث الزلزال، بعد الزلزال مباشرة حدث عدة هزات ارتدادية مثل ما ذكرنا، صحيح، عالية. طيب بعد ساعات بلشت منخفض، صحيح، شدتها. طيب صحيح، بعد يوم نحن صرنا عدة ساعات، يعني صرنا بأيام بعد الزلزال بلشت تنخفض بشكل كتير كبير. اليوم الهزات الارتدادية لا تتجاوز 5 ريختر. نحن نحكي اليوم، إذا بدنا نقول اليوم الأربعاء فجر الاثنين، نحن واقعيا اليوم الثالث، تماما، بعد فصرنا نحن نحكي بالخمسة وما دون، ما عاد عندنا خمسة وما فوق، خمسة وما دون. أقاويل بين 10 و12 هلأ شباط كاسحة جميع مواقع التواصل للأسف الشديد. شو صحتك؟ أولا لا يمكن التنبؤ بموعد وساعة ولحظة حدوث الزلزال بأي منطقة بالعالم، صحيح.
هذا اللي بيقول 10 و22 والساعة 6 والساعة 4، هذا الكلام دليل جهل. وأنا عم أقولها بشكل واضح، دليل جهل. لا يمكن التنبؤ بموعد زلزال، هي واحد. اثنين، الهزات الارتدادية لا نرتعب منها لأنه يا دوب محسوسة، هي أساسا ارتدادية، هي شيء طبيعي وراح تستمر. كمان كلام دقيق، لعدة أيام، يعني بدنا نتأقلم مع الوضع أنه عندنا هزات ارتدادية لعدة أيام ما دون الخمسة ريختر، يعني بمعظمها. يعني هلأ نحن قبل ما فوت على الهواء كان في عندنا ثلاث هزات ارتدادية، واحدة بس شعروا فيها خفيفة أهلنا، أما في 2.4.2 ما حدا شعر فيها. حتى مكان الهزة اللي كان بالحدود السورية ما شعروا فيها. فإذا معظم الهزات الآن لن يشعروا فيها. إذا نقطة كتير مهمة، اليوم الزلزال الأساسي حدث، لا يمكن أن نتنبأ بموعد حدوث زلزال آخر، ما حدا بيقدر يتنبأ. وفعليا ان شاء الله يا رب يكون بعيد، لكن من هون ل 250 سنه قد يحدث زلزال، لكن باي وقت. لازم يكون هذا الزلزال درس لنا لحتى نحن نقدر نتاقلم مع الايام القادمه، مع نحن على خط زلزالي بالنهايه. وبالتالي يجب ان نفكر بهذه الطريقه، يجب ان نستعد لهذه الطريقه. بالفعل عام 1995 لوحظ هذا الموضوع ووضعت خارطة زلزالية لسوريا، صحيح، وتم وضع كود سوري للأبنية، ومنذ ذلك الحين لليوم يعد هذا الأقوى. يعني ارتداده على أن كان المنطقة وقعه كان الأكبر للأسف. تماما، لكن لوحظ أنه نحن منطقة زلزالية بالبناء، بالمنشآت، بكل هذا الموضوع. للأسف الشديد نحن ما بنناقش الأسباب يلي خلت معظم الأبنية لم تلحظ القصص الزلزالية والهندسة الزلزالية والهندسة ميكانيك التربة. في أسباب ما بنناقشها، لكن صار عندنا النتيجة. هذه النتيجة يجب أن يكون لنا درس. نحن بمنطقة زلزالية اليوم، بعد 100 سنة، بعد 200 سنة قد يحدث زلزال آخر. طيب شو استعدادنا لهذا الموضوع؟ اليوم لازم نبلش، اليوم فعلا لازم نبلش. الكارثة كثير كبيرة، لكن دائما سوريا بتطلع من تحت الرماد بحجم الكارثة، لكن لازم يكون حجم المعالجة. نحن أمام معالجة كثير كبيرة، يجب دور جميع القطاعات، لأنه حتى رئاسة مجلس الوزراء رصدت أكثر من 50 مليار كدفعة أولى لمعالجة أضرار المادية، صحيح، للزلزال. فضمن الخطة لازم تكون في الأيام المقبلة، إن كان بجميع القطاعات والمؤسسات والوزارات المعنية، هي بالمستقبل أنه كيف فينا فعليا نحن ناخذ احتياطاتنا الاوليه. صحيح. خليني ارجع لموضوع الزلزال. اذا كمل لسؤالك، لانه كثير نقطه مهمه اشرت اليها، اللي هو موضوع التسونامي، لانه كمان للاسف الشديد الان في خوف من التسونامي. صار كثير تهويل عبر صفحات ومواقع التواصل انه بده يصير تسونامي، يعني اهل الساحل هلا كثير مرعوبين، ما عم يقدروا يرجعوا على بيوتهم، فشو فينا نحن نطمنهم؟ اول شيء خلينا افترضنا على افتراض انه حيصير تسونامي، وين صار الزلزال؟ صار الزلزال عنا، اذا الامواج وين بدها تروح؟ بدها تروح للجهة المقابلة. فإذا افترضنا أنه هذا الزلزال سبب تسونامي، إذا افترضنا هذا التسونامي لن يضرب منطقتنا، سيضرب الشواطئ المقابلة، لأنه الزلزال حدث عنا. نحن المنطقة يطلع منها الأمواج عنا، وين تروح الأمواج؟ للجهة المقابلة. واحد، يعني حتى بنكون هي ارتدادية. تماما. اثنين، لا يحدث تسونامي في البحار إلا بحالة استثنائية واحدة، أن يأتي زلزال بقلب الماء قوته فوق 7.8، يعني فوق 8 حتى، لحتى يحدث تسونامي لا يمكن. ما عندنا مجال غير هذا، انه يحدث تسونامي بقلب الماء، وقتها بمنتصف الماء يحدث زلزال مدمر يسبب هذا الشيء. ونحن البحر، منتصف البحر ليس منطقه زلزاليه. هي اثنين. ثلاثه، بشكل عام منطقتنا بحر الابيض متوسط مغلق، فحتى لو لا سمح الله صار تسونامي، التسونامي بيكون ضعيف لانه منطقتنا مغلق. نحن ما لنا محيط مفتوح على الرياح ومفتوح على حركه الارض، لا، نحن بحر مغلق بعدة جزر، مغلق خلينا نسميها بحدود كبيرة، وبالتالي يمتص الطاقة التسونامية أو طاقة الأمواج، وبالتالي نحن لسنا مقبلين على تسونامي. هذا كلام غير صحيح. النقطة الثالثة بيشير عليها، للأسف الشديد الآن أيضا طلبته موضوع القمر البدر واصطفاف الكواكب وإلى آخره بموعد زلزال قادم لسوريا. صحيح. ايضا هذا الكلام غير صحيح، لا يوجد اصطفاف للكواكب، لا يوجد اي حدث او ظاهره فلكيه غريبه. المذنب تحدثنا عليه في لقاء ماضي مره وانتهى وما عاد انشاف، يعني فما في عندنا اي شيء بالفلك او بالاجرام السماويه يؤثر على الارض. هذا اللي حدث. هزات ارتداديه بعد، يعني وقع هذا الزلزال بعد نحس بهزات ارتداديه بسيطه ولا لا؟ اكيد طبيعي، لسه بدها تستمر لعده ايام. وخلينا نتذكر انه نحن بالاساس نور، نحن منطقتنا زلزال، يعني نحن للاسف الشديد الان، يمكن هي ملاحظة مهمة، عم نسلط الضوء على الهزات الارتدادية بسبب الألم اللي صار، لكن خلونا ننسى شوي الهزات الارتدادية ونرجع للساعات قبل الزلزال، الأيام قبل الزلزال. من تاريخ 1759 لليوم كل فترة زمنية معينة يحدث هزات ارتدادية، هذا شيء طبيعي. لكن الآن الهزات الارتدادية
صارت اكثر تواترا، صار في فيها شيء ملموس. نضيف لموضوع الهزات الارتداديه ورعب الناس والزلزال الكبير اللي عم نطلع عليه حالة الطقس. يعني فينا نقول هلا انه نحن تخطينا المرحله الاصعب، ما بقى يصير بنفس القوه يلي صارت. كثير حلو، نحن تخطينا المرحله الاصعب والمرحله الحرجه واصبحنا ب 90% بمنطقه الامان بالنسبه لهذا الزلزال. لا يمكن التنبؤ بموعد زلزال اخر، لكن وسطيا حسب العلم والاحصاء من هون ل 250 سنه غالبا لن يحدث زلزال مثل هذا، لأن الطاقة تفرغت. يعني نحن بحاجة لفترة زمنية لترجع الأرض تكون طاقة ثانية لتفرغها. تخيلوا نحن عندنا شيء ما، آسف لهالتشبيه، طنجرة بخار بريستو لما يكون شاعل عليها النار تحبس الضغط فبتنفس. إذا طفينا النار بدها وقت لحتى تخلص التنفيسة، بعد منها بدها وقت لحتى ترد نشعل النار عليها لحتى يرجع عندنا ضغط. هيك الأرض، الأرض طنجرة بخار طبيعية، الأرض ما حتبس الآن ضغط. هذا الضغط تفرغ للأسف الشديد بزلزال، هذا الزلزال نفس عن الأرض. ببداية الزلزال بقلكم أنه كثير نقطة مهمة كانت ملحوظة، كنا متابعين لحظة بلحظة، الزلازل حول العالم قلت لأن التفريغ صار عنا. لأنه مو بكل العالم بيصير زلزال 7.8، هو زلزال بيصير بمنطقة محددة بالعالم، وكنا نحن للأسف الشديد يلي المنطقة الموبوءة. المهم بعد منا بعدة ساعات الأرض بكاملها كل الهزات الارتدادية كانت عنا. صحيح. فنحن عانينا وقتها من شدة الهزات الارتدادية، كل هذا الضغط تبع الكرة الأرضية كان عنده هذا المجال لحتى يعبر عن تنفيسته. اليوم بدأنا نسمع ونلمس، وبالأحرى من امبارح، هزات ارتدادية، طبعا ما له علاقة بزلزالنا، هزات أرضية عادية، وزلازل بأماكن أخرى، حدث اثنين بين إندونيسيا، واحد باليابان الآن، أمريكا، هي هزات بسيطة يعني ما لها أي تأثير كبير، لكن بدأت الأرض تستعيد توزيع النشاط التكتوني، بدأت منطقتنا الصفيحة اللي نحن كنا على خطر فيها تستقر، نحن بهمنا استقرار الصفيحة، لا نعلم ماذا حدث، هل يا ترى انزاحت المدن 3 أمتار غرباً، هذا كله بننتظر أسواق مصنعية. بس نحن عم نحكي عن زلزال يعني مثل ما قلنا 7.8 ضرب المنطقة، هو ارتداده قلنا 5.قد كان؟ 5.3 5.3 وكان هذا الوقع، يعني لو كان هو بحجم يعني الارتداد الأقوى كان لسه في الحمد لله. ألف الحمد لله. فعلاً يعني معلش والله نحن يعني قلبنا عم يتقطع على شهدائنا، رحمة لهم يا رب الشفاء العاجل لجرحانا، بس صدقوني يلي بيتابع الوضع العلمي وعنده فكرة عن الشيء اللي عم يصير بيعرف انه اللي حدث كان في كتير رحمة. يعني كنا مقبلين لا سمح الله على كارثة أكبر من هيك بكتير. تجزؤ الزلزال كان كتير رحمة، تجزؤ الزلزال، الناس حتى اللحظة مرعوبة من الهزات الارتدادية، لا يا جماعة، الهزة الارتدادية هذا التفريغ، ما بدنا يجينا زلزال ثاني، يصير هزات ارتدادية ليومين ثلاثة أربعة خمسة ما نشعر فيها، أحسن ما يجي زلزال ثاني مدمر يفرغ، الآن ما في طاقة، الطاقة تفرغت، الآن الهزات الارتدادية الآن وعم أحكي كلام دقيق، 5 4 3، الأيام القادمة أيضاً رح تتراجع، 3 2 3 2، بعد بضعة أيام حيصير خبر يعني كل أي بضعة أيام هزة ارتدادية بمقدار 2 أو 3 أو 4، يعني انتهينا، صارت قصة للأسف الشديد يوم أسود، لكن يوم من الذكريات يبنى عليه معالجة الوضع للمستقبل القريب. أكيد نحن هلأ دكتور عم نحكي علم ومنطق، يعني 1+1=2، ناس كتير بتفكرنا أنه طالعين نحن لحتى نطمنهم أو لا، نحن عم نصحح بعض الأخطاء يلي صارت والتهويل يلي صار ونخفف عنهم. في ناس لحد هلأ ما رجعت عبيوتها، شو ننصح هدول الناس أنه يرجعوا ما يرجعوا؟ كثير كلام مهم، او بدي انصح نصيحتين وبتمنى يصل صوتي للجميع. اولا لا نرجع لاي موقع تواصل اجتماعي، عندنا وسائل اعلام، عندنا قنوات اعلاميه عم تجيب مختصين، عم تحكي مع ناس لها علاقه بالموضوع، نسمع من المختص لا نسمع من مواقع. المختص مسؤول عن كلمته، لما يقول المختص كلمه هو مسؤول عنها، وبالتالي كل شيء على الواتساب، على وسائل التواصل الاجتماعي، حتى ولو على لسان احد المختصين لا نصدقه، لنرجع للمختص نفسه، لانه للاسف الشديد في تزوير كثير. اثنين، يجب ان يعود الناس الى منازلها، لانه ما عاد في زال الخطر الاساسي زال. يعني لازم الناس ترجع لمنازلها، لازم نبدا نعالج الموضوع. الان في عندنا منخفض وفق المديريه العامه للارصاد الجويه، ودرجات الحراره اليوم متدنيه جدا، من غير المنطقي ان نبقى خارج منازلنا. فاذا يجب ان نعود لمنازلنا، حتى لو سمعنا هزه ارتداديه لا نرتعب،
هذا الشيء طبيعي جدا ستستمر لبضعة أيام يومين ثلاثة ما بنعرف قديش بدها وقت لحتى تتفرغ الطاقة البقيانة، هي طاقة قليلة بدها تتفرغ بالنهاية، لكن يجب أن يستقر الوضع. أكيد 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 بنرجع نكرر عزائنا الدائم لأهالي الضحايا، بنتمنى دائما الشفاء العاجل لجميع الجرحى، وتحية لكل فرق الإنقاذ اللي مستمرة على الأرض اليوم ضمن هي الظروف الصعبة. نحن عنا 10 سنوات من الحرب أساسا أثقلتنا، وأكثر من 10 سنوات في جميع القطاعات، وعم نحاول للأسف نستمر لليوم بالعمل الإغاثي، فظروف استثنائية عم نعيشها. عم نحاول نطمن الناس لو بكلمة بسيطة، لأنه لهلأ ما في حدا ممكن يتنبأ أنه لو علميا أنه في زلزال سيضرب المنطقة، بس خلينا نركز على الهزات الارتدادية، لأنه امبارحة كلياتنا كنا عم نتواصل كلنا قلنا أهالي في حلب واللاذقية وحمامة وجميع المناطق في خوف يا عم الناس، والرعب والحالة اللي عاشوها يعني بعتقد ما في كلام بيوصف هيدا الوجع والألم. هزات ارتدادية بسيطة قديش طبيعي. مستمرة ما رح نقول بس بعد مستمرة أكيد. بعض أكيد مستمرة بعض أيام، وهذا شيء طبيعي. هذا شيء طبيعي وطبيعي جدا أنه تستمر. شيء طبيعي التكسر يلي صار كبير، فمن طبيعي أن يبقى هناك هزات ارتدادية بضع أيام لحتى تنتهي تماما ما سببته هذا الزلزال، ما سببه هذا الزلزال المدمر للصفيحة التكتونية، وبعد ذلك ستظهر نتائج ما حدث. يعني رح يصير للعلم نتائج ما حدث، هل يا ترى حدث انزياح، حدث انشقاق، حدث صعود طبقة فوق طبقة، بس يكون في استقرار للطاقة يعني تماماً. بس يتم في استقرار، وهذا متوقع بضع أيام. يعني نحن عم نحكي يومين ثلاثة الموضوع رح يرجع طبيعي، يعني حتى اليوم يعني لوحظ أنه الهزات الارتدادية تراجعت بنسبة كتير كبيرة. يعني صار عندنا كل 4-5 ساعات عم يحدث مجموعة من 3 هزات ارتدادية. فكان بأول يوم كل دقائق يعني 5 دقائق 10 دقائق، ثاني يوم صرنا نحكي بساعات، نص ساعة ساعة، الآن عم نحكي 4-5 ساعات. اليوم من الساعة 8 الصبح للآن يعني هزة واحدة، فواضح أنه بلشت تتراجع بنسبة كتير كبيرة. فبنتمنى فعلا انه ان شاء الله تفرغ الطاقه بخلال الايام القادمه، وهذا الشيء طبيعي انه حتفرغ الطاقه. كثير نقطه مهمه، كثير نقطه مهمه، نحن على فالق زلزالي، لا ننسى هالمعلومه انه نحن موجودين على صفائح تكتونيه مثل الخشب يلي على سطح بحيره. هيك الارض، هي صفائح تكتونيه تصطدم مع بعضها، تصعد خشبه فوق خشبه، هي هي صفائح تكتونيه. نحن نعيش على كوكب اسمه الارض، الزلزال كارثة طبيعية لكنها تحفظ الحياة على كوكب الأرض، لأنه لولا هذا الزلزال لانفجرت الأرض بمن فيها. لولا هذا التنفيس لانفجر كوكب الأرض تماما. هذا التنفيس سواء من البراكين أو الزلازل، لأنه هن وجهان لعملة واحدة، هذا التنفيس هو إخراج لمكنونات باطن الأرض، لأنه الأرض تلتهب من الداخل. فنحن بحاجة دائما لشي يخرج هذه الطاقة. 1759 تاريخ، عام 2023 تاريخ، بدنا بقى 250 ل 300 سنة لا سمح الله ليترخ بقى الزلزال المدمر. ونتمنى أن يكون لأبعد حد، يعني يكون لأبعد مدى منظوره، مثل ما قلت نور يا رب ما يصير حتى، لكن نتمنى لكن بالنهاية بالعلم لازم يحدث زلزال بمنطقتنا، لكن يعني نتأمل ل 300 سنة. يعني فجر الاثنين مثل ما حكينا هذا يوم مؤلم في تاريخ صحيح. سوريا، ويمكن ما حدا بيقدر ينسى، نتمنى ما حدا يعيش هي التجربة. نتمنى دائما الصحة والسلامة لكل الناس، العزاء خالص العزاء لأهالي الضحايا. شفنا كتير فيديوهات، كاميرات الإخبارية كانت عم ترصد الواقع على الأرض بحلب وحما باللاذقية. تحية لجميع المراسلين، تحية لجميع المصورين اللي يمكن تحدوا كل الظروف. يمكن نظر الطفل اليوم، وجع قلب ما بيقدر ينوصف، ما فينا نعزيهم قد ما حكينا. فبدنا نقول يا رب هيك الله يصبرهم، الله يهون عليهم، ويا رب مثل ما قلت هذا اليوم ما يتكرر، لو حتى بعد 200 سنة يا رب ما يتكرر. على فكرة كن يعني مشان ما أخذ زيادة من وقتي، بس كلمة مهمة جدا، لما كنا باجتماعات ومؤتمرات وحديث فذكر، يعني كنا عم نحكي نحن كسوريين لما عم ندرس موضوع الزلازل، وكان متنبأ أنه هناك زلزال ما بين عام 2000 لل 2050 بسبب 250 سنة. قلنا يوميتا يا رب ما يحدث الزلزال بكانون الثاني أو شباط وبعد منتصف الليل وفي المنطقة التي حدث فيها. كنا نحن 3 نقط خايفين منها، وللأسف الشديد 3 نقط حدثت، وهذا سبب زيادة عدد الشهداء. بعد منتصف الليل كانت الرعبة أكبر، الناس ما أنا مستعدة. كانون الثاني وشباط هذا للأسف الشديد
له دور كثير كبير بموضوع الطقس والمناخ واستخراج المأسورين تحت الأنقاض. وأخيرا المنطقة اللي صارت فيها هي منطقة كانت فالق خلينا نسميه رقيق جدا. صحيح. فكان ارتداداته وهزاته الارتدادية كثيرة جدا. طبعا نحن ما فينا نتوقع بحدوث زلزال لأنه ما تماما كنا نتمنى بس نتمنى كنا نأمل. وبرجع بأكد لا يوجد أي إنسان على الأرض ولا أي منظمة ولا أي مؤسسة علمية اليوم التكنولوجيا قاصرة صحيح. على التنبؤ بموعد وساعة ومكان حدوث أي زلزال بأي مكان بالعالم. في الأيام القادمة زلزال أو بالسنوات القادمة بس لا تستطيع أي جهة تحديد أو أكيد. ممكن تقول أنه سيحدث زلزال. بدنا نشكرك أكيد بالختام ونكرر عزائنا لجميع أهالي الضحايا. نتمنى الشفاء العاجل لجميع الجرحى يا رب. شكرا كثير لك. شكرا وسعد صباحك. شكرا كثير لك دكتور. أهلا وسهلا فيك. أكيد بدنا نتمنى الخالص العزاء لكل أهالي الضحايا يلي فقدوا أثر هذا الزلزال. هلأ رح ننتقل لغرفة الأخبار لحتى نتعرف على أبرز الأحداث السياسية مع زميلنا علي معلا. صباح الخير علي. صباح الخير إليك عفاف ولنور ولضيفكم الكريم. مشاهدينا موجز للأنباء بعد الفاصل. أهلا بكم. أعلن وزير الصحة حسن الغباش ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا إلى 2250 وفاة و2054 إصابة، وذلك في حصيلة غير نهائية. وأضاف الغباش أن كوادر الاستجابة الإسعافية تسابق الزمن في موقع الحدث، وبلغ عددها أكثر من 600 عنصر صحي بمختلف الاختصاصات، مؤكدا أن جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة في حالة استنفار على مدار الساعة. تلقى الرئيس بشار الأسد اتصالات من رؤساء الجزائر، مصر وإيران والملك الأردني وسلطان عمان ورئيس وزراء أرمينيا. أعربوا فيها عن تعزيهم بضحايا الزلزال، أكدوا وقوفهم إلى جانب سوريا في هذه الكارثة وما نجم عنها من خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، واستعدادهم لتقديم ما يلزم للمساعدة في جهود الإغاثة. من جانبه شكر الرئيس الأسد الزعماء على مواقفهم الداعمة للشعب السوري في هذه المحنة. وصول طائرة إماراتية جديدة وطائرة قادمة من الهند إلى مطار دمشق الدولي محملتين بمساعدات إنسانية وطبية لمتضرري الزلزال. وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة أعلنت عزمها إنشاء مستشفى ميداني وإرسال فريق بحث وإنقاذ وإمدادات إغاثية إلى سوريا لمساعدتها على تجاوز تداعيات الزلزال. وقد وصلت طائرتان من الإمارات إلى مطار دمشق الدولي تحمل مساعدات إغاثية للمتضررين. طلع رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على أوضاع العائلات المستضافة في جامع صوفان بمدينة اللاذقية واحتياجاتها والخدمات المقدمة لها. المهندس عرنوس يرافقه وزير الصحة دكتور حسن الغباش والشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين، تفقدوا المواقع المتضررة في محافظة اللاذقية واطلعوا على عمليات رفع الأنقاض وإنقاذ المصابين. دحضت وزارة الخارجية والمغتربين محاولات المسؤولين الأمريكيين تضليل الرأي العام العالمي حول العقوبات الاقتصادية على الشعب السوري، وأنه لا يوجد ما يمنع وصول المساعدات الإنسانية والأدمية فيما يسمى قانون قيصر إلى سوريا، وأكدت أنه لا صلة له بالحقيقة. وأوضحت أن السوريين أثناء مواجهتهم لكارثة الزلزال يحفرون أحيانا بين الأنقاض بأيديهم لأن أدوات رفع الأنقاض محظورة عنهم، ويستخدمون أبسط الأدوات القديمة لإنقاذ أشخاص يستغيثون تحت ركام لأنهم معاقبون أمريكيا وتمنع عنهم التجهيزات والمعدات المطلوبة. نهاية الموجز. عودة الآن إلى عفاف ونور لمتابعة برنامج صباحنا غير. شكرا لك علي.
أما هلأ عفاف خلينا ننتقل لفقرتنا التالية. بنعرف يمكن بجميع الظروف وخصوصا في الكوارث الطبيعية هناك إسعافات أولية وإجراءات أولية يجب القيام فيها، لأنه مثل ما بنعرف ممكن لتوصل فرق الإنقاذ لتوصل أي جهة معنية ممكن أنا أقدر أعمل بعض الخطوات تخفف وقع هذا الضرر على الشخص. لنحكي عن الإسعافات الأولية، معنا الدكتور بهجت عكروش اختصاصي في طب الطوارئ والحوادث. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك دكتور وأهلا وسهلا فيك. انطلاقا دكتور من المبادرة يلي أطلقتها حضرتك عبر السوشيال ميديا بجاهزية منك لتقديم الإسعافات الأولية بظل هذا الظرف الراهن، خلينا نقدم معلومة مفيدة لكل المشاهدين، شو هي الإسعافات الأولية يلي لازم نحن فورا نشتغل عليها؟ يعني نحن شاب ما أنا متعود على الكوارث ولا إنه نحن يصير معنا شيء فجأة فنغلط أوقات بنعمل أشياء خاطئة طبية، شو هي الإسعافات الأولية يلي لازم نحن نشتغل عليها؟ طبعا أول شيء بنقول رحمة للشهداء وإن شاء الله الشفاء التام للجرحى يا رب. إن شاء الله يا رب يخفف عنا كل أهلنا وناسنا. للأسف أنه في حالة الزلزال أو كارثة الزلزال غير متنبأ فيها، صحيح، وبالتالي حالة الهول اللي بتصير والخوف والرعب هي الأسوأ. الأسوأ في هاي اللحظة. خليني أقول انطلق من نقطة يمكن الناس بتقول لك هلأ مو وقتها، لكن هي حقيقة هي تخفيف حالة الخوف. أنا برأيي هي أهم حالة ممكن نحن يلجأ للشخص اللي بيكون مدرك أكثر، واعي أكثر، عنده قدرة على التعامل مع الحالات الكوارث والإسعافات. الزلازل غير موجودة سابقا لأول مرة، يمكن مثل ما حكيته قبل شوي هو له عمر طويل 200 سنة أو أكثر من 200 سنة موجود، وبالتالي غير مهيئين نحن رسميا لإصابة بالحادث، لكن للأسف تعودنا على كوارث. هذا التعود اللي حول خلال الأزمة اللي مرينا فيها خلال 10 سنوات 11 سنة اللي هي من التدمير والإرهاب وإلى آخره خلانا يجب أن نكون قد تعلمنا شيء. تعلمنا أن يكون هناك دائما في مكان معين في كل شركة بكل مدرسة بكل مؤسسة بكل جامعة يجب أن يكون هناك فريق يتعلم، يمكن يجب أن يكون في كل بيت شخص قادر على التعامل مع الحالات الإسعافية. طبعا بلحظة الهول ولحظة الكارثة الإسعاف يكون فيما بعد، يعني بلحظتها لا يمكن حدا يدرك انه شو الإشكاليات. لكن انا اللي بدي ركز على كتير شغلة ارجو انه كلياتنا ننتبه لها كتير. في حالات الإصابات يكون هناك تعدد بنوعية الإصابات اللي موجودة، ممكن يكون واحد انجرح، ممكن واحد يكون انكسر، ممكن يكون واحد عم ينزف، ممكن واحد توقف قلبه. دائما يجب النظر الى الحالات الاخطر في كيفية التعامل معه. يعني لما يكون واحد عم ينزف هو الاهم، اذا ما توقف قلبه هو رقم واحد طبعا. فاذا كان واحد عنده ادراك في كيفية اجراء التمسيد القلبي هذا بيكون كتير ممتاز، لانه هو نبلش خطوات يعني تدريجيا. دكتور بهجت معك نحن عم نحكي عن كارثة انسانية اصابت الكل، الى الان فرق الانقاذ مستمرة باخراج الناس من تحت الانقاض، الى الان في ناس عم تحاول من ضمن المجتمع المحلي اللي بدنا نركز عليه مثلا هلا ضمن اليات، في ناس حسب امكانياتها. هلا اذا نحكي عن الواقعة المبدئية اي حدا عم يقدر يتم استخراجه تحت الانقاض، انا شو الاجراء اللي ممكن اعمله؟ لانه نحن بنعرف بعض الحركات البسيطه ممكن تاثر على الحاله، الاسعافات الاوليه لبين ما تجي فرق معنيه. انا اذا قدرت طلع حدا من تحت الانقاض شو اول اجراء بقوم فيه حسب الحاله ودرجات الشده؟ يعني في حالات في ناس طلعت مثلا ما عندها اصابات، في ناس عندها اصابات، في ناس اصابات داخليه، شو المؤشرات اللي ممكن انا اتعامل معها؟ صحيح، هذا الكلام والسؤال مهم جدا، وكيفية التعامل مع الحالة ما بعد الإجراء مثل ما قلنا من شوي هو ما بعد الكارثة حصلت وبدأ بالاستخراج. دائما يجب أن نبحث كمسعفين أولا على الحالة الأخطر. الأخطر هو توقف القلب. توقف القلب ما يمكن أن يكون، إذا لقينا نحن ممكن يكون واحد يعني متوقف قلبه لكن ما أنا مدركين إمتى، إذا ما كان في علامات الموت الطويلة الأمد يعني صار له فترة يجب يعني بآخر أنفاسه لساته ساخن أو لساته عنده شوية يعني أي أمل بحياته يجب أن يكون هناك تمسيد لعمليات للقلب حتى نقدر ننعشه قدر الإمكان. في حال
هذا الموضوع ما على جانب. الشيء الثاني اللي هو مثل ما حكيت قبل شوي الجرح والنزف. النزف هو الأخطر. النزف يمكن نحن عم نخرجه صار في إصابة معينة صار في نزف. صحيح. النزف دائما أخطر. إذا الحالة الثانية هي الخطورة بحالة وجود النزف. كيف يمكن أن نسيطر على النزف؟ بالضغط المباشر على النزف. ما في داعي نتشاطر أبدا أنه نربط قبل ونربط بعد. الضغط المباشر على مكان النزف هو الأفضل وهو الأنجع وهو الأنجح. يعني هو اللي احنا اللي بنقدر نحن نتصرف من خلاله، وبالتالي ممكن أن نعمل على حماية الإنسان من خسائر الكتلة الدموية أو السوائل اللي موجودة داخل جسمه. إذن الضغط على النزف لإيقافه. هلأ الشيء الثاني الوارد جدا هو الكسور. صحيح. الكسور والأخطر هو كسر الجمجمة أو كسر العمود الرقبي. صحيح. أو العمود القطني. صحيح. هذا بده حقيقة بده ناس تكون تعرف تتعامل معه. هلأ على هول الحالة ممكن نحن إذا صار واحد معه ما نسحب مريض أو مصاب بنسحبه، لكن هذا الكلام ممكن أن يؤدي إلى أذية طول العمر غير قابل للرجعة. لذلك يجب الانتباه في حال شكينا ولو شك، ويجب أن نشك طالما هي حالة كارثية غير مدروسة، يجب أن نشك في أنه يمكن يكون عنده كسر عمود رقبي أو قطني أو بالجمجمة. في هاي الحالة يجب أن يكون المسعف يجب أن يكون مدرك. يعني بما معنى نحن لما منشوف حدا أو أنا بكون نفسي ما بعرف أسعف، بترك المجال لحدا تاني. يعني ما تخلي ال 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 الحمية اللي موجودة عندي إنه أنا اللي يروح. لا، إذا في حدا من الطاقم الطبي أو حدا بيعرف يخرج هذا المصاب بحيث ما يأذيه وبالتالي يؤدي إلى شلل كامل في حال تم إنقاذه، يجب أن نترك هذا المجال للآخر. في حال شكينا بهذا الموضوع يجب نقله يكون بثلاث أشخاص على الأقل. يعني لا يجب أن يحمل بين يدين لشخص واحد، وبالتالي ممكن يؤدي إلى أذيات كتير كبيرة. في حال الكسور الأقل، يعني الكسور الساعد أو الساق إلى آخره، تثبيته مهم جدا أيضا، لأنه كمان الكسر في حال تم التعامل معه بشكل خاطئ ممكن يؤدي إلى أذية العصب، وأذية العصب تؤدي إلى شلل الطرف. فلذلك إذا كان في مكسور نكون دائما حريصين على أنه ما نحرك الكسر، نثبته بشكل أو بآخر، نحن عم نسحبه نخلي له إيده نربطه بشكل أو بأي رباط بأي قطعة قماشية حتى نثبت له إياه وبالتالي سحبه. إذن موضوع الكسور أيضا يجب الانتباه إلى كيفية نقله. النقل رقم واحد. اثنين اللي بدي أقوله كإسعاف، أي حدا موجود في مكان يجب أن نفسح المجال لمن هو أهل لهذا الإسعاف، ولا ننطلق من منطلق الرغبة الشخصية في أنه أنا يجب أن أسعف هذا المصاب. كلنا نريد أن نسعف كل المصابين وأن نخرجهم، لكن يجب أن نسأل في اللحظة الأولى مين من الوسط الطبي، مين بيعرف، مين عامل دورات إسعاف أولي، مين كذا إلى آخره، نخليه بالمقدمة في عملية التعامل مع الحالة المصاب أو الموجود. في المرحلة الأولى كلياتنا نحن معنيين في أنه نزيل الأنقاض لحتى نلاقي الشخص المصاب نتيجة الكارثة. بعد ما شفنا يأتي دور الفرز، اللي هو لما بنسعف نحن على المشفى لقينا بناء موجود، في عندنا مجموعة إصابات. هذه المجموعة إصابات هناك إصابة خطيرة وإصابة أقل خطورة. كثير احيانا نحن بنشوف اول واحد لقيناه بنحطه بالسياره بنقول له خذوه على المشفى، ممكن بعد لحظه ثانيه يطلع واحد اخطر بكثير، لكن ما في سياره توصل لحتى ترجع السياره الثانيه نتيجه الظروف اللي موجوده. فاذا موضوع الفرز كثير مهم في عمليه الاسعاف واداره الكارثه بهذه الحاله، اللي هو نختار الاخطر نبعته ونشوف الأقل خطورة ثم الأقل خطورة ثم الأقل خطورة. يمكن في شغلات نعالجها بأرضها، في شغلات تحتاج إلى مشفى وتحتاج إلى عناية وتحتاج إلى إسعاف أكثر قدرة. معلش أنا اسمحوا لي بعجالة كمان أقول شغلة. نحن في كثير من الأمور لم نتعلم منها حتى الآن خلال 10 سنوات، اللي هي إدارة الكارثة. لما يكون في عندنا كارثة موجودة وتعرضنا لها خلال الانفجارات السابقة بفترة الإرهاب اللي كانت موجودة على سوريا، إدارة الكارثة مهمة جدا في التخفيف من ما يحدث فيما بعد.
بالنتائج. إدارة الكارثة يجب دائما لكل مكان في كارثة يجب أن يكون قائد لهذا المكان فورا يعني هذا المفروض يكون الإنسان الأكثر خبرة بإدارة الكارثة بأنه ما نترك الناس تركض كلياتها باتجاه معين وباتجاه واحد وبالتالي ممكن تعمل انهيار بهذا المكان أكثر ممكن أن تؤذي الشخص اللي يعني أنا واقف على ركام هذا الركام ما كان صحيح بشكل كامل وقفنا عليه نزل الركام إذا كان في ناس تحته أدوا إلى أذيته بشكل كتير كبير إذا إدارة الكارثة واللي أرجوه من جميع المعنيين والمسؤولين الذين يكونون بالقرب من أي كارثة أن يعينوا شخص مباشر ليكون إدارة الكارثة وبالتالي إحاطتها وعدم ترك الناس تتحرك على هواها أو بالطريقة العاطفية بعيدا عن الحالة العلمية بطيش وبتوتر مثل ما ذكرت حضرتك دكتور أنه نحن صار عندنا خبرة خلال 12 سنة من الحرب نحن هون بنكون متهيئين لقذيفة لصاروخ لحرب لهجوم نحن هون بيكون عندنا بنفسيتنا متهيئين يعني ممكن نكون محضرين معدات للإسعافات الأولية مهيئين نفسيا نفسيتنا عاملين عليها كنترول لحتى تكون هادية ونعرف نتعامل مع الوضع بس الكوارث طبيعية. نحن هذا الجيل يلي ما متعود عليها ممكن يكون في معلومات جديدة وإسعافات أولية جديدة غير يلي نحن عنا خبرة فيها ومتعودين عليها شو هي أنواعها يعني اليوم كمان تختلف بين الأطفال والكبار بالسن خلينا نذكر أنواعها صديقتي فيما يتعلق بموضوع الإسعاف الأولي الجديد أو غير جديد في مبادئ أساسية بالإسعاف دائما صحيح. المبادئ الأساسية تعيش دائما ربما يكون هناك تغييرات يعني أنا مثلاً بالإنعاش القلبي الرئوي بنقول نحن نعمل 30 تنفس اصطناعي مرتين هلأ الحديث بيقول لا ما في داعي للتنفس الصناعي ممكن تعمل نضلك مستمر في عملية التمسيد 100 مرة بالدقيقة إذن هذا تعديل لكن هو تعديل بسيط لا يؤثر على سيرورة الحالة الخاصة أنا اللي بدي ركز عليه أنه يجب أن ننتبه خلال الكوارث اللي كانت مفتعلة في سوريا أو الكوارث الطبيعية أن ننتبه إلى عملية تسقيف نفسنا صحيا تسقيف أطفالنا تسقيف أولادنا تسقيف شبابنا على أن يكون هناك دائما في تدريبات على أن يعني لا تحتاج إلى كارثة أحيانا بالبيت بالشارع بالمنزل بالمدرسة ممكن يصير في حدا يوقع أو اثنين أو يوقع بلقون أو على الدرج يصير في هذا الموضوع نحن كلياتنا مهيئين له وجاهزين له يجب أن نكون محضرين يعني ثقافة التسقيف الصحي يجب أن تكون موجودة في كل بيت وفي كل أسرة وفي كل مكان دورات الإسعاف الأولي أنا عن بنفس هذه الشاشة الكريمة دائما بكون وبقول دائما يجب أن نفعل دورات الإسعاف الأولي يجب أن نسقف شبابنا أكيد. صحيا أكيد بس خلينا نعطي معلومة مفيدة هلأ لكل الناس اللي عم يتابعنا لأنه هول الكارثة الإنسانية كتير كبير والوجع كتير كبير والألم كتير كبير للأسف للآن عم يتم استخراج ناس من تحت الأنقاض خلينا نحكي عن حالات الاختناق أو التنفس هي في كثير حالات عددها كثير كبير أول إجراء ممكن يقوم لأي حدا هلأ تم إخراجه من تحت الأنقاض لأنه نحن بنعرف هلأ عم يتم إخراجه نحن عم نحكي عن يومين يعني أكثر من 35 ل40 ساعة تحت الأرض شو الإجراءات اللي ممكن يقوم فيها تختلف كمان هي إجراءات إذا كانت أطفال ولا كبار خلينا نعطي بعض المعلومات لو أي حدا ممكن يقدر يستفاد اليوم تمام هذا كلام مهم طبعا ممكن احنا خلال يومين ناس موجودين في مكان معين يمكن ان يصير توقف قلب او تنفس بشكل او باخر ممكن يكون باخر لحظة حكينا في البداية وهلا برجع باكد عليها من خلال سؤالك اللي هو تمسيد القلب عندما نخرج شخص هو سليم من حيث الشكل لكن غايب عن الوعي يجب ان ندرك هل هو غايب عن الوعي ولا هو متوقف قلبه طبعا باجراء بسيط جدا وسريع خلال 3 ثواني 4 ثواني اللي هو اي شخص بده يكون خبير او بيعرف تماما عنده ادراك ان يضع راس اذنه فوق انف المصاب مباشره وان ينظر الى صدر المصاب يعني اذا كان في تنفس مثلا مثل ما قلت يعني تنفس قليل يعني عم بيشعر ببعض يعني عم تقاط قلب بطيئه
وبعد في نفس، هون شو الإجراء؟ هذا الإجراء هو إعطاء الأكسجين فقط. فورا طالما هو عم يتنفس، إذا الأكسجين فورا مباشرة، ما في داعي لأي تمثيل إنه نتشاطر أو نعمل إنه نعمل تمثيل أو نعمل تنفس صناعي. طالما عم يتنفس، إذا هو يحتاج عنده قصور بالأكسجين اللي عم يوصله، فنحن ممكن نفتح ثم ممكن يكون فايد شيء داخل أنفه أو تنظيف الأنف، تنظيف الفم، حتى نطفو من كل الشوائب الموجودة اللي ممكن تعيق التنفس. لكن في حال توقف بالنظر مباشرة بالشعور بالنفس من خلال الأذن مباشرة فوق أنف المرء المصاب، والنظر إلى صدر المصاب هل هو يعني بيطلع وبينزل لأنه عم يتنفس ولا لا، إذا كان واقف لابد من تمسيد القلب مباشرة، تمسيد القلب من خلال حوالي 100 ضغطة على القلب بالدقيقة وباستمرار لأشخاص تعرف كيف تؤدي تمسيد القلب. الشيء الثاني، إذا كان في عنا يعني لنا مثل ما حكينا عم يتنفس بسيط جدا، أهم شيء تسطيحه على الأرض ورفع الساقين إلى الأعلى حتى نزيد التروية الدموية باتجاه الدماغ. هذا الإجراء الأولي الأهم في محل إخراج مصاب ويتنفس تنفس بسيط جدا، ممكن نساعده بهذه الطريقة. إذا الأكسجين، رفع الساقين إلى الأعلى، تنظيف الشوائب من الأنف ومن الفم، كل شيء ممكن يعيق التنفس، حتى حركة الرقبة بنشوف نحن نحاول نرفع الرقبة إلى الأعلى حتى نفتح باب مجرى التنفس بأقصى إمكانية ممكنة. هذا الطريق الأسلم في حال كان عم يتنفس. بدنا نتشكر حضرتك دكتور بهجة عكروش، اختصاصي بطب الطوارئ والحوادث. أكيد بدنا نتمنى جميع الجرحى والمصابين، بدنا نتمنى لهم الشفاء العاجل، وأكيد بدنا نرجع نقدم أحر التعازي لأهالي ضحايا هذا الزلزال. شكرا لك، نتمنى نكون قدمنا لو معلومة مفيدة لكل الناس اللي عم يتابعنا بما يخص الإسعافات الأولية خصوصا في حدوث الكوارث الإنسانية. شكرا كثير لك، بدنا نكرر عزائنا على جميع أهالي الضحايا، أكيد نتمنى الشفاء العاجل يا رب والصحة والسلامة لكل الناس والجرحى. خلونا ننتقل الآن نحكي عن دور وجهود رجال المرور في الظروف الحالية وفي حالة الكوارث وفي جميع الظروف. معنا العميد، سيادة العميد جهاد السعدي، مدير إدارة المرور في وزارة الداخلية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيه. صباح النور، أهلا وسهلا. يسعد صباحك سيادة العميد. ميت مرحبا، أهلا وسهلا. سيادة العميد، خلينا نحكي أول شيء عن دوركم وجهودكم أكيد المشكورة وتجاوبكم، وكيف كان توزع وانتشار رجال المرور يلي شاهدناها بمعظم المحافظات يلي أكثر شيء هي تسببت وتضررت نتيجة هذا الزلزال. طبعا دور هام وزارة الداخلية بمختلف محافظاتها الشرطية، سواء كانت الجنائية أو الأجرة والجوازات أو الأقسام أو وحدات الخدمة الفعلية. وزارة الداخلية معني رئيسي بهذا الموضوع، موضوع طبعا إدارة الأزمات والكوارث، وما حصل فعلا هو كارثة صراحة نتيجة طبعا ما سببت طبعا إصابات وجرحى وخسائر فادحة. عمل رجال المرور، إدارة المرور وفروع المرور في مختلف المحافظات طبعا السورية وخاصة التي طالها الزلزال بشكل كبير في اللاذقية وحماه وصرخوش وحلب، طبعا رجال المرور متواجدين دوما في مختلف الساحات والشوارع وعلى مدار الوقت، ولكن هذا العمل بصراحه طبيعه خاصه. صحيح. رجال المرور دائما على مدار الساعه متواجدين في مختلف الاماكن، وهم من يعلمون فعلا اولا بكل ما يطرا من حادث امني او اي حادث طبعا يخص الاخوه المواطنين، وما حدث بصراحه هو حادث كبير جدا بل كارثه طبعا. طبعا هنا العمل طبيعة خاصة تقتضي تدخل الفوري رجال المرور أثناء حدوث هذه الأزمات والكوارث، وتقديم طبعا الخدمات والمساعدة الفورية والسريعة في سبيل تزيد الصعوبات التي تعترض خاصة المسار والطريق. أول من يصل إلى هذه الأمكنة كما هو معروف هو رجال المرور، وأول عمل طبعا قام به رجال المرور في هذه المحافظات المطلوبة هو طبعا عزل المناطق المنكوبة والتي تعرضت للزلزال، وتأمين وصول سيارات الإسعاف والدفاع المدني بكل يسر وسهولة وبسرعة، لأنه كما تعرفين كلما وصلنا بسرعة كلما استطعنا قدر الإمكان إنقاذ المتبقي وإنقاذ النازين. الوصول بسرعة إلى المكان وتيسير أمور الطريق وفتح الطريق بشكل كامل
أمام المساعدات وأمام الإغاثة وأمام رجال الإسعاف والإطفاء والدفاع المدني طبعا له أثر كبير في سبيل إنقاذ الأرواح التي فعلا نستطيع إنقاذها. أكيد. لذلك رجال المرور هم أول الواصلين إلى هذه الأمكنة وأول عارفين بما سيحدث. صحيح. أولا الدوريات تقوم بعزل المناطق المنكوبة طبعا بسبيل وصول سيارات الإسعاف وتأمين ما يجب تأمينه طبعا حول هذا المكان. وأيضا هناك عمل يقوم به رجال المرور منذ فترة وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين. كونه كل فروع المرور أجرت دورات سابقة بالتعاون طبعا مع وزارة الصحة على تقديم الإسعافات للحوادث المرورية وأيضا استخدمها رجال المرور في هذا المحور وأثناء حدوث الكارثة ريثما طبعا يصل الفريق الطبي المختص. أيضا كما تعرفين أنه المساعدات التي تصل من مختلف المحافظات أو من مختلف طبعا الدول التي ساهمت في مساعدتنا عبر المطارات كل هذا يتم تأمينه عبر طبعا رجال المرور إلى مراكز الإيواء وإلى من يحتاجها في أي محافظة من المحافظات السورية. وكما تعرفين الآن نمر بمنخفض جوي أيضا قاسي ويتأثر طبعا الطريق وحالة الطرق سواء بين المحافظات السورية أو حتى بين المطارات وبين مختلف المناطق التي تعرضت للزلزال. أيضا هنا لمراكز الطرق العامة دور هام جدا في تأمين الطريق الدولي الذي يربط بين المحافظات بفتح الطرقات وتسهيل حركة مرور طبعا سيارات المساعدات والإغاثة عبر مراكز الطرق العامة المجهزة طبعا بكل ما يلزم. حتى الآن نستطيع القول أن المحافظات الأربع طبعا دوريات المرور كغيرهم طبعا من الجهات العامة والخاصة والأهالي وهو طبعا متواجدة في هذه الأماكن تساعد وتقوم بهذا الواجب طبعا الوطني الكبير طبعا وتساهم بشكل فعال وفق طبعا واجباتها في إدارة الأزمات والكوارث. أكيد تحية لكل رجال المرور عم يكونوا باستنفار كامل وجاهزية كاملة في جميع المحافظات المتضررة. أكيد نوجه لهم تحية. ذكرت كثير من الواجبات عم يقوموا فيها خارج نطاق عملهم، عم يكونوا جاهزين على مدار الساعة، عم يقدموا المساعدات، عم يفتحوا الطرق، قاموا بدورات إسعافية أولية لمساعدة جميع المصابين اليوم. فتحية لجميع القطاعات وخصوصا رجال المرور والدفاع المدني وجميع الإغاثة الموجودة على الأرض. نحن أمام كارثة إنسانية جدا كبيرة، فكلياتنا عم نشوف اليوم في تكاتف كثير كبير لجميع القطاعات والمؤسسات إن كانت خاص أو عام أو مجتمع محلي. فأكيد نحن بنعتز وبنفتخر بهي الجاهزية وبكل الرجال اللي عم يقوموا بعملهم اليوم. خلينا نحكي عن رجال المرور، كلمة بتحب توجهها لإلهم؟ مثل ما قلت ظروف قاسية صعبة استثنائية، نحن أمام منخفض برد، طرقات مقطوعة عم يتم فتحها من قبل رجال المرور لوصول المساعدات لجميع المتضررين اليوم. هذا هو الواجب سيدتي، هذا هو واجب وزارة الداخلية وهذا هو واجب رجال المرور بالدرجة الأولى. هؤلاء الذين يمتشون بكل ساحات الوطن في الظروف العادية والاستثنائية نحن لا نرتاح ولا فعلا نرضى إلا فعلا برضاء الأخ المواطن، ولا نقبل إلا أن نقوم بهذا الواجب بكل صدر رحب، وخاصة في هذه الكارثة التي تتطلب منا فعلا تضافر قوي جدا جدا في سبيل التخفيف عن الأخوة طبعا الذين تعرضوا لهذه الكارثة. فنحن فعلا بصراحة نرضى ونقبل ونكون سعداء فعلا عندما نخفف على هؤلاء طبعا المصابين، هؤلاء الذين طبعا جزء مننا، ويجب أن تتكاتف كل الجهود طبعا الحكومية والمؤسساتية والأهلية في سبيل طبعا التخفيف عن هؤلاء قدر المستطاع. طبعا الرحمة لكل الشهداء الذين طبعا أصابتهم هذه الكارثة، ونتمنى طبعا أن نحصل وعلى ناجين يا رب هذه الكارثة، وطبعا كل الشفاء إن شاء الله للجرحى، وإن شاء الله وزارة الداخلية كما كانت ستكون وتكون، ورجال المرور طبعا عنوان لهذه الوزارة، وهم طبعا الوجه الأبيض فعلا الذي ينتشر في كل شوارع سوريا. أكيد إن شاء الله الله
يحمي سوريا بلدنا ويحمي جميع الناس. وشكرا لك سيادة العميد، وشكرا لجميع رجال شرطة المرور يلي عم يقدموا كل المساعدات وعم يهونوا ويفتحوا طرق بهذا الجو السيء والبرد. أكيد بدنا نقول شكرا لسيادة العميد جهاد السعدي مدير إدارة المرور في وزارة الداخلية. أكيد تحية لكل رجال المرور والدفاع المدني الموجودين على الأرض اليوم، المستمرين بمساعدة المتضررين وإيصال المساعدات لهم. تحية لجميع القطاعات، المؤسسات، الوزارات اللي عم تقوم الآن ضمن ظروف صعبة بواجبة. المجتمع الأهلي عم يفاجئنا دائما بعمل الخير والتكاتف والتظافر. عم نشوف على مواقع السوشيال ميديا في مساعدات هائلة. اليوم عم نشوف نداءات، كل الناس عم تحاول تكون اليوم إيد واحدة، عم تحاول تقدم أي شيء ممكن تقدر عليه، أي شيء مساعدة بسيطة إلى أثر إيجابي على أرض الواقع. ننتقل هلأ لا فقرتنا التالية عفاف، نحكي عن دور المجتمع المحلي، جمعيات، المبادرات، جميع المؤسسات اليوم يمكن وقفت عملها واستنفرت أمام هي الكارثة الإنسانية لتساعد الناس اليوم ضمن الظروف. أكيد، وما بدنا كمان ننسى أنه بخطوة سباقة أعلنت مؤسسة سوريا بتجمعنا وقف كافة أعمالها الاعتيادية واستنفار كامل كوادرها ومتطوعيها ووضع كافة إمكانياتها المتاحة لتقديم المساعدات والعون والدعم لأهلنا المتضررين بكامل وبجميع المناطق يلي تعرضت للزلزال لتقديم الاحتياجات الأساسية. وللحديث عن هاي الخطوة استضفنا اليوم معنا بالاستديو متطوعة بسوريا لينا سعدية. أهلا وسهلا فيك. يعطيك العافية. خلينا نحكي بالبداية، دائما مؤسسة سوريا بتجمعنا هي موجودة منذ بداية الأزمة في سوريا لتقديم العون والمساعدة لكل الناس والمتضررين. اليوم نحن أمام كارثة إنسانية، فجر الاثنين يمكن تاريخ لم ينساه السوريين، كلياتنا استيقظنا على وقع كارثة إنسانية والزلزال المدمر. أكيد نتمنى الشفاء العاجل لكل الجرحى والعزاء لجميع الضحايا. مؤسسة سوريا بتجمعنا وقفت جميع أعمالها الاعتيادية واستنفرت بشكل كامل لمساعدة المتضررين وإيصال المساعدات، وكنا على الأرض كاميرات الإخبارية عم تصور جميع المساعدات اللي عم توصل وبلشت بإطلاق هي المساعدات. خلينا نحكي عن هي المساعدات، شو بتتضمن، قديش عم تحاولوا تكونوا موجودين تأمنوا لكل الناس، تواصلتوا مع الناس المتضررين، عم توصل هي المساعدات؟ هلأ نحن للأسف بعد ما صار الزلزال فريق مؤسسة سوريا بتجمعنا أقام اجتماع طارئ حول الزلزال والمساعدات اللي نحن بنوصلها للعالم. فنحن بصباح اليوم التالي اللي صار فيه الزلزال بعتنا 3 قوافل على اللاذقية وحلب وحما. وصلوا 3 قوافل هن مستلزمات شتوية، هن بيتضمنوا أحذية، بطانيات، جواكيت للأطفال، وأغذية طبعاً بالإضافة للحليب، بالإضافة للمعلبات. وبعتنا 3 قوافل وإن شاء الله اليوم الصبح كمان، هلأ بعد شوي بدنا نبعت قوافل كمان، وعم نحضر يعني لحتى نبعت. بداية أكيد جهود مشكورة لجميع أفراد الفريق وضمن المؤسسة. أكيد عم تلاقوا هلأ صعوبات بتنسيق ساعات العمل خلال هذا الجو والبرد، كيف عم يتم التنسيق لساعات العمل؟ يعني عم تخصصوا وقت محدد ولا بشكل عشوائي عم يصير الشغل؟ هلأ هو بشكل عشوائي تقريبا، عم نشتغل بال يعني من الصبح تقريبا عشان يعني نوصل اكبر كميه ممكنه للعالم، للاطفال المحتاجين اللي صار عندهم الزلزال. وعم نشتغل بجهود كثير كبيره يعني، والمتطوعين ما عم يقصروا ابدا، عم نشتغل بكل الطاقه لحتى نوصل اكبر كميه ممكنه للعالم اللي تضررت بالزلزال. اكيد في عمل كثير كبير للمجتمع الاهلي على الارض. سوريا بتجمعنا دائما سباقه للعمل الخير والمساعدات الانسانيه. اليوم عم نشوف تظافر للجهود وتكافل مع بعض كل الناس، كل المؤسسات والجمعيات عم تحاول تكون مع بعض تقدم المساعدات لجميع المتضررين اليوم بسبب الزلزال الكارثه الانسانيه. خلينا نحكي بلشتوا بارسال القوافل للمساعدات للمحافظة
المحافظات المتضررة، عم نحكي عن حلب، اللاذقية، حما، حكيت شو بتتضمن، في قوافل أخرى رح يكون في أشياء متضمنة أكثر، يعني نحن عم نحكي عن مساعدات إنسانية، في ناس فقدت بيوتها، اليوم عم يكون المساعدات الإنسانية مو فقط نحن عم نحكي عن غذاء، نحن عم نحكي عن كافة ما يلزم الشخص اليوم ضمن هي الكارثة الإنسانية. تمام. نحن عم نحاول قدر المستطاع انه نساعد العالم بحيث انه يعني يوصلهم كل شيء، غذائيات او لبيوتهم او حي الله شيء. يعني عم تتواصلوا مع الناس المتضررين؟ عم تقدروا؟ ايوه نوعا ما. اكيد رح نتابع حديثنا معك لين، بس خلينا ننتقل لزميلتنا يا ماما واكد من مطار دمشق الدولي لتضعنا باخر المستجدات حول وصول طائرات اغاثه الى سوريا. صباح الخير يا ماما. صباح الخير لك يا نور ولكل مشاهدي الاخباريه السوريه الكرام. بالفعل يعني نحن الآن في مطار دمشق الدولي كما تشاهدون، يعني في عمق الصورة هذه الطائرة الهندية التي وصلت إلى مطار دمشق الدولي قبل قليل وتحمل مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب السوري للتخفيف من آثار كارثة الزلزال الذي ضرب سوريا. هذه المساعدات وكما تشاهدون يتم نقلها إلى المستودعات ومن ثم يتم ترحيلها إلى المحافظات الأشد تضررا من الزلزال لتوزيعها على الأشد حاجة إلى هذه المساعدات. تجدر الإشارة إلى أن هذه المساعدات كما قلت هي مقدمة من الهند والشعب الهندي. تحمل هذه الطائرة 6 أطنان من المواد الطبية والإغاثية، والجدير بالذكر يعني أن القطاع الصحي في سوريا بحاجة كبيرة وماسة لهذه المواد الطبية. كما قال السفير القائم بالأعمال السفارة الهندية هنا في دمشق، كما صرح قبل قليل أيضا في مطار دمشق الدولي، بأن هذه الطائرة لن تكون الأخيرة، سوف يتم تجهيز طائرات تباعا، طائرة أخرى سوف تصل خلال الساعات 24 ساعة القادمة. أيضا هذه الطائرة سوف يتم تجهيزها بمواد إغاثية وطبية. يعني يبدو أن هذه الطائرات الهندية، إذا كان هناك طائرة والآن هناك طائرات سوف تأتي تباعا، تركز في مضمونها على المواد الطبية، وذلك ضمن خطة الاستجابة الدولية للدول الصديقة مع سوريا والمؤمنة بالقيم السامية والتعاون المشترك ضمن يعني مبدأ الإنسانية جمعاء، يعني لتخفيف من حدة هذه الآثار الكارثية على الشعب السوري جراء الزلزال الذي ضرب المحافظات الشمالية في اللاذقية وحلب وحما وطرطوس وإدلب، يعني كانت شدتها في هذه المناطق. تجدر الإشارة أيضا إلى أن مطار دمشق الدولي وكما مطاري اللاذقية وحلب أيضا يعني يشهدون وصول رحلات جوية، رحلات شحن جوية من عدة دول عربية وأجنبية عرضت المساعدة لتقديم هذه المساعدة للشعب السوري. كان هناك قبل قليل وصلت طائرة إماراتية جديدة أيضا تحمل مساعدات إغاثية إنسانية وتحمل مستلزمات ل يعني تجهيز المعدات بالنسبة لتجهيز مراكز الإيواء وأيضا بالنسبة للمواد الغذائية والطبية، يعني كلها مواد يحتاجها الشعب السوري بالفعل يعني في هذه في ظل هذه الكارثة الإنسانية جراء الزلزال. أيضا أريد أن أشير إلى نقطة هامة أن عدة دول عربية وأجنبية كما تحدثت أبدت ليس فقط تضامنها وقلقها وأسفها على الشعب السوري، لكن يعني فورا يعني فور حدوث هذه كارثة الزلزال بدأت بإرسال المساعدات تباعا، إن كان عبر المطارات مطار دمشق الدولي اللاذقية وحلب أو إن كان عبر القوافل البرية المسيرة.
يعني العراق مثلا إضافة لهذا الجسر الجوي الذي أعلن وصله من العراق إلى سوريا لتقديم المساعدات، أيضا يعني كان هناك قوافل برية بدأت تصل تباعا إلى المناطق الأكثر تضررا. إذا تشاهدون على الشاشة كما تحدثت هذه يعني العمال الإيرانيون وهذه الطائرة عفوا الهندية، وهؤلاء العمال الهنديون جاءوا لتقديم المساعدة إلى الشعب السوري. يعني الكل اليوم يعمل ضمن كل الإمكانيات، إن كان بالنسبة للدول الحليفة لسوريا وأيضا بالنسبة لسوريا. يعني هؤلاء جاءوا اليوم إلى هذا المطار، المطار الذي شهد الكثير من الاعتداءات الإسرائيلية، ومع ذلك عاد إلى الخدمة بفضل كوادر وزارة النقل والجهود الوطنية، عاد إلى الخدمة من جديد ليكون على أهبة الاستعداد. يعني إلى الآن أشاهد حولي الطائرات المدنية تذهب وتأتي إلى هذا المطار، والآن طائرات الشحن التي تركز حمولتها على المساعدات الإنسانية للمتضررين جراء الزلزال في محافظات حلب واللاذقية وحماة وطرطوس. إذن يعني كما تحدثت الطائرات لم تقتصر من الهند بل من العراق، من إيران، أيضا كان هناك طائرة من ليبيا، الأردن أيضا أعلن أنه سوف يرسل مساعدات، مصر أيضا ذات الشيء، يعني الجزائر أيضا كانت ثلاث أو أربع طائرات وصلت خلال يوم أمس إلى مطار دمشق الدولي ومطار حلب حاملة مساعدات للمتضررين جراء الزلزال. تجدر الإشارة إلى أن هذه الدول حقيقة يعني هذه التي مدت يد العون فور مناشدة وزارة الخارجية السورية للأمم المتحدة للهيئات المعنية فيها بإنقاذ البشر من الكوارث الطبيعية وتخفيف المعاناة جراء هذه الكوارث كالزلزال، يعني فورا استجابت لدعوة وزارة الخارجية والمغتربين وفورا بدأت بإرسال هذه المساعدات تباعا. هذه الطائرة الهندية لن تكون الأخيرة التي سوف تحط على مطار دمشق الدولي أو في مطاري حلب واللاذقية، بل سيكون هناك طائرات تباعا. يعني اطلعنا قبل قليل على جدول الطائرات بالنسبة لطائرات الشحن تحديدا التي تحمل المساعدات الإنسانية والإغاثية للمتضررين جراء الزلزال في سوريا. هذا المطار سوف يشهد وصول طائرات تباعا إلى هنا، وكما تشاهدون يعني العمل مستمر، يتم إفراغ الحمولة، حمولة هذه الطائرة الهندية وهذه المساعدات الإنسانية التي تحمل 6 أطنان من المساعدات والمواد الطبية التي بالفعل يعني تبدو المواد الطبية هي الأشد حاجة، إلى جانب يعني مواد الإيواء وتجهيزات المعدات بالنسبة لترحيل الأنقاض، لكن المواد الطبية اليوم تبدو أشد حاجة بالنسبة للسوريين، خاصة في ظل العقوبات والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري. يعني القطاع الصحي تضرر كثيرا جراء هذه العقوبات، واليوم يعني يبدو أن الكل يعلم والكل بات يعلم، إن كان هناك دول يعني تتعاطف مع الشعب السوري في هذه المحنة كالهند والإمارات والعراق وأرمينيا وإيران وروسيا والجزائر وليبيا والأردن ومصر ودول أخرى أعربت عن استعدادها وتعاطفها مع سوريا واستعدادها لتأمين المساعدات وأرسالها إلى سوريا. هذه الدول تؤمن بأن الإنسانية لا تتجزأ والعمل الإنساني لا يبتعد يعني عن كل فعل يجب أن يكون فيما بين البشر. يعني الضمير السياسي حقيقة لا يجب أن يكون محل الضمير الإنساني، يجب بالفعل يعني من خلال هذه الشحنات أن تتحول عملية
عملية الضمير السياسي أن تتحول بالفعل وأن نشهد تحول حقيقي لهذه العملية إلى عملية ضمير إنساني بحتة. أيضا الجدير بالذكر أن الأمم المتحدة أيضا أطلقت نداءات بالنسبة لحاجة الشعب السوري، إن كان بالنسبة لحاجته لأبسط المواد الأولية الغذائية الإغاثية الأدوية، أيضا مواد يعني كل المواد التي تتعلق بالصناعة وتتعلق يعني بالعيش الكريم للمواطنين السوريين. الأمم المتحدة قالت في تقارير لها بأن سوريا تتعرض بالفعل لنكبة حقيقية إن كان جراء العقوبات الاقتصادية القسرية المفروضة على سوريا، وإن كان أيضا بالنسبة لهذه الكارثة وهذه آثار الزلزال الذي ضرب محافظات اللاذقية وحلب وحماة وطرطوس وإدلب. تركزت شدة هذا الزلزال في هذه المناطق لكنه ضرب سوريا، يعني شعر به كل الشعب السوري، وكان الله في عون يعني من يعمل حتى اللحظة. يعني كما تشاهدون هؤلاء جاءوا من الهند لتقديم هذه المساعدة، يعملون في هذا الجو البارد في هذا الطقس البارد يعني لكي يوصلوا هذه المستعدات إلى مستحقيها وتخفيف آثار كارثة الزلزال وتقديمها للمتضررين. أيضا لا يجب يعني أن نغفل عن جهود فرق الإغاثة والإنقاذ، جهود الحكومية والخاصة، المجتمع الأهلي، التبرعات، الجمعيات الخيرية، أيضا كل الأشخاص. هناك أشخاص فتحوا بيوتهم يعني للمتضررين ودعوهم لكي يكونوا متواجدين وحاضرين يعني عوضا عن هذه البيوت التي تهدمت. يعني نسأل الله بالفعل أن تزال هذه الغمامة السوداء عن سوريا، أن يتم يعني البحث بأسرع طريقة عن المفقودين، وبالفعل يعني أن يكون هناك بالفعل ناجين جدد يعني جراء هذه الكارثة من تحت الأنقاض. نعم نور، نتشكرك أكيد يا ماما على هي المستجدات. كنا عم نطلع معك وصول طائرة إغاثة من الهند، تحية لكل الدول العربية اللي قدمت مساعدات إنسانية، تحية للعراق اللي قدم جسر جوي. نحن بنعرف حصار اقتصادي وعقوبات كبيرة على سوريا اليوم، وقانون قيصر يقول إنه المساعدات الإنسانية تستطيع الدخول إلى سوريا. إلى الآن ليس هناك جسر جوي، فقط جسر من خلال بلد الشقيق العراق. العديد من الطائرات الإغاثية، رصدنا ليلا طائرة إماراتية وصلت إلى سوريا تتضمن كل المساعدات الإنسانية الإغاثية بما يتعلق بالمواد الغذائية والطبية وما يتعلق بمستلزمات المراكز الإيواء. نتشكرك أكيد، رح نكون معك بآخر المستجدات حول وصول طائرات إغاثة أخرى. تحية لكل الدول العربية اللي قدمت مساعدات، إن كانت الهند الإمارات، نحن عم نشوف تواصل كبير لعدد من الدول العربية بالكارثة الإنسانية. تتوحد وتتظافر جميع الجهود إن كان عربيا ودوليا، لا تعاطف فقط بعيدا عن السياسة، يجب أمام الإنسان والكارثة الإنسانية نشوف توحد لهي الجهود، تكاتف وتكافل لجميع الجهود إن كان عربيا ودوليا لمساعدات الناس اليوم المتضررين. نحن أمام كارثة إنسانية، كل اللغات تعجز على وصف الوجع والألم اليوم لجميع الأمهات. نحن اليوم عم نحكي عن ألم أم فقدت كل عائلتها، نحن اليوم عم نبكي على طفل اليوم قانون إن شاء الله من تحت الأنقاض، عم نحكي عن وجع كثير كبير. اليوم إلى الآن في ناس متضررة تحت الأنقاض يتم اليوم إغاثتها واستخراجها. اليوم جميع الجهود يجب أن تتظافر، إن كان مجتمع أهلي، مساعدات إنسانية، جميع القطاعات والوزارات، إن كان قطاع عام ولا خاص، جميع. هذا نداء اليوم لكل الدول العربية وإن كان العالمية والدولية التي سمعنا نداء رفع الحصار عن سوريا لمساعدة الناس بالإنسان يصمت الجميع. السياسة تتدحى جانبا والضمير الإنساني اليوم يتكلم. يمكن نعجز هي بعض
الأوجاع اليوم للسوريين اللي احنا موجودين على الأرض، ما زلنا خلال سنوات الحرب لم نغادر البلد ولم نغادرها، موجودين الدفاع عن أرضنا وطننا، موجودين الدفاع عن المتضررين اليوم من الكارثة الإنسانية. تحية لك يا ماما، تحية لجميع كوادر الإخبارية، لجميع المراسلين الموجودين في محافظة حلب، اللاذقية، طرطوس، اليوم هن موجودين على مدار الساعة لرصد آخر المستجدات والتداعيات الإنسانية حول الكارثة اللي تعرض لها الزنزال المدمر. فأكيد أتشكرك، يمكن خانتني بعض الكلمات وتأثرت شوي، فبالعكس هذا جزء بسيط من الألم اللي عم نحسه تجاه جميع الناس اليوم المتضررة. يعني بالعكس هذا شوف نابع بالفعل يعني من الحس الإنساني البحت. نعم نور، فقط دعيني أن أشير إلى نقطة هامة، كما تحدثت بأن الإدارة الأمريكية تقول بأن المساعدات إلى الشعب السوري خارج نطاق العقوبات وقانون قيصر على الشعب السوري، يعني هذا تضليل للحقيقة صراحة. يعني الصورة واضحة هنا إن كان في مطار دمشق الدولي لعدد الطائرات التي تصل وتحمل مساعدات إغاثية، ويعني مشكورة هذه الدول التي تتحدى هذه العقوبات وتوصل طائرات الشحن إلى سوريا. أيضا بالنسبة للصور التي تناقلها الكثيرون بالنسبة لوسائل الإعلام وسائل التواصل الاجتماعي عن أن يعني الرحلات الجوية كيف تتركز في بلد دون آخر، يعني الكارثة الإنسانية واحدة، الزلزال واحد، الرحمة لكل الناس الذين قضوا جراء هذا الزلزال. بالفعل يعني يجب أن ينظر العالم، إن كان العربي الإسلامي وأيضا الأجنبي، كل العالم يجب أن ينظر بعين الإنسانية، وكفى بالفعل يعني كفى أن يتم يعني يتم عداد الموت أن يأخذ في هذه الأرواح والضحايا. كما قلت الشعب السوري أثبت الآن في هذه الكارثة أنه كما كان من قبل، يعني أثبت بأنه يتحدى كل الصعاب في هذه كما قلت الأجواء الباردة، وهذا يعني الشعور بأن هناك إرادة حياة موجودة رغم الموت والألم، هذا الشعور ينقلونه إلى الخارج، وعلى ذلك هذه الطائرات الأجنبية والعربية كهذه الطائرة الهندية تحط في مطار دمشق الدولي لتقديم المساعدة والمشاركة بأسمى معاني الإنسانية. نعم نور يا ماما، رح نبقى معك للاطلاع على اخر المستجدات معك من مطار دمشق الدولي. في عدد من طائرات الاغاثه ستصل الى مطار دمشق ومطار حلب ومطار اللاذقيه لتقديم جميع المساعدات الانسانيه لجميع المتضررين في حلب واللاذقيه وطرطوس وادلب. اكيد تحيه لجميع الكوادر بالمطار موجودين مستنفرين على كافه المطارات المتزعه في المحافظات السوريه لاستقبال المساعدات الانسانيه. نعيد ونكرر، يجب رفع الحصار على سوريا اليوم، نحن امام كارثه انسانيه فيها يعني مئات وآلاف الضحايا. اليوم عم نحكي عن عدد من الضحايا فوق الألف، عم نحكي عن عدد إصابات ما زالوا تحت الأنقاض، في ناس بالمستشفيات إلى الآن، عمليات الإنقاذ مستمرة، فرق الإنقاذ والإغاثة، عم نحكي عن الدفاع المدني المنتشر على الأرض. جميع الوزارات اليوم متأهبة برئاسة مجلس الوزراء للإطلاع على آخر المستجدات وتقديم جميع المساعدات. اليوم عم نشوف تكافل وتكاتف اجتماعي مجتمعي محلي كتير كبير، تظافر للجهود، مساعدات كتير كبيرة، جمعيات أهلية وخيرية، السوشيال ميديا اليوم تعج بجميع الناس اللي حاب يتقدم مساعدات. هيك نحن متعودين على السوريين دائما نكون إيد واحدة. بعيدا عن السياسة، يجب مو فقط تعاطف مع سوريا، يجب أن تتوحد الجهود وتتظافر دوليا وعربيا وعالميا لفتح جسر جوي لإيصال جميع المساعدات اليوم اللي بنقدر نقدمها لجميع المتضررين من خلال جميع النقاط. اليوم أجنحة الشام قدمت مبادرة إنسانية عبر مكاتبها في جميع الدول العربية ضمن طائراتها تقديم المساعدات، أي حدا بيقدر يتواصل معهم من مكاتبهم لتقديم المساعدات الإنسانية عبر طائراتها لإيصالها إلى سوريا ضمن الحصار اللي عم نحكي عنه والعقوبات اللي عم نحكي عنها. اليوم بدنا نقول العزاء الحار لجميع الضحايا المتضررين من الكارثة الإنسانية، بنتمنى يا رب الشفاء العاجل واستمرار عمليات الإنقاذ لليوم من تحت الإنقاذ مستمرة يا رب،
قد ما فينا نقدر نقدم مساعدات. نرجع إليك لين، عم نحكي عن المساعدات الإنسانية. خلينا بالختام نحكي كلمة أخيرة لمؤسسة سوريا بتجمعنا اليوم، استمرار ضمن الظروف، قديش مهم العمل الإنساني. وأنت صبية صغيرة، العمل التطوع اليوم عم نشوف عبر وسائل السوشيال ميديا قديش في ناس متطوعة عم تقدم مساعدات، إن كان جسدية مادية، حتى عم تفتح بيوتها للمتضررين. هلا نحن اكيد انا بشجع كل شاب او صبيه حابب يتطوع، لانه التطوع كثير حلو، خصوصي مثلا اذا عم تساعدي حدا شخص محتاج، او يعني هيك شعور حلو بيجي يعني للواحد انه هو عم يساعد. ونحن اكيد مستمرين وبنساعد العالم، ومستمرين بدعمنا للعالم، وحنساعد العالم قد ما فينا، وإن شاء الله نكون عم تحس ضمن العالم بمؤسسة سوريا بتجمعنا إن شاء الله يا رب. أكيد بدنا نتشكر جهودكم وجهود جميع المتطوعين بالجمعيات والمؤسسات اللي ما قصروا ومدوا إيد العون وسعوا إلى إنقاذ الناس من تحت الأنقاض وما قصروا أبدا. أكيد كمان بدنا نتوجه بالشكر، سوريا نور ما قصرت أبدا، بيوم من الأيام مدت إيد العون لكل حدا احتاجها، وقفت جنب الكل. واجب هلا انه ينرد هذا المعروف، لانه بالنهايه نحن ما لنا غير بعض. وبدنا نتشكر اكيد كل الدول العربيه يلي ساهمت وبعثت مساعدات واغاثات. بدنا نتشكر كل حدا دعا ولو بكلمه حلوه لسوريا، ولو يمكن اذا ما قدر يعمل شيء او يقدم شيء ما نسانا من الدعاء. اكيد بالنهايه نحن سوريا بين ايدين الله، وان شاء الله يا رب الحمى والسلام بيعم الجميع وبنخلص بقى من هالغيمة السوداء. شكرا لك يا لين، واهلا وسهلا فيك. شكرا لك يا لين، اكيد تحيه لكل فريق سوريا بتجمعنا. بالختام عفاف، اكيد نحن امام كارثه انسانيه، من صباح الاثنين الى اليوم اثار الزلزال المدمر وقعه مستمر، عمليات الانقاذ مستمره، فرق الانقاذ مستمره للان، في ناس تحت الانقاذ عم يتم استخراجها. تحيه لرجال الدفاع المدني، تحيه لرجال المرور، تحيه لجميع الكوادر الصحيه والطبيه الموجوده على الارض لتقديم المساعدات، تحيه لجميع القطاعات والمؤسسات التابعه اليوم لجميع الوزارات اللي عم تقوم ضمن ظروف استثنائيه باستمرار العمل وتقديم المساعدات، تحيه لكل حدا قادر اليوم يقدم مساعده. المجتمع المحلي مستنفر من يومين الى الان في جميع المحافظات السوريه، في ناس عم تفتح بيوتها عم تحاول توصل جميع المساعدات. تحيه للدول العربيه اللي عم تقدر تكون معنا وتقدم لنا المساعدات. نتمنى مو فقط يكون في تعاطف مع سوريا حول الكارثه الانسانيه، بدنا جهود وتظافر جهود كبيره لرفع الحصار عن سوريا ليقدروا يوصلوا المساعدات. اليوم نحن امام كارثه انسانيه، نتمنى يا رب الشفاء لجميع الجرحى والمصابين، واحر التعازي لاهالي الضحايا. بنقول لهم الله يصبركم، الله يهون عليكم. نحن السوريين دائما بنتعود نكون ايد واحده، مستمرين بتقديم المساعده، والكاميرا الاخباريه مستمره بالتغطيه لرصد جميع تداعيات اثار الزلزال على جميع المحافظات السوريه، وخاصه في الشمال ان كان لاذقيه، حلب، طرطوس، ادلب. اكيد نور ان شاء الله نخلص بقى، ولانه عن جد تعبنا. بدنا نتقدم باحر التعازي من جديد لاهالي الضحايا يلي فقدوا اثر هذا الزلزال، وبدنا نتمنى الشفاء العاجل لكل الجرحى ولكل المتشرد انه يلقى الامان بقى. وما بدنا كمان ننسى نوجه تحيه لرجال الجيش العربي السوري اللي كمان ما عم يقصروا وعم يسعوا جاهدين للمساعده ومد يد العون. كلنا اليوم ايد وحده، وكلنا عم نلاقي حالنا ماسكين ايدين بعض، وبالنهايه ان شاء الله يا رب الله يمدنا ويلهمنا بالصبر وتمرق هالازمه على خير. نتمنى عن جد من قلبنا انه، لانه تعبنا نور كثير تعبنا، انه ترجع سوريا مثل ما كانت ويعم السلام والخير على كل أكيد العالم. نتمنى بالختام العزاء الحار لجميع اهالي الضحايا والشفاء والصحه والسلامه لكل المتضررين. الى اللقاء.